للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفية الفلسطينية رينات شرباتي. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. هناك أنباء عن إطلاق قوات الاحتلال النار على شابة بالقدس، يعني ما زعم محاولة هذه الشابة تنفيذ عملية طعن. هل هناك أنباء أكثر حول الحادثة؟ نعم، يعني بداية أصيبت اليوم فتاة فلسطينية بجروح يعني وصفت في المتوسطة بعد إطلاق النار عليها من قبل قوات ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلية. طبعا ذريعة الاحتلال هي محاولة هذه الفتاة بتنفيذ عملية طعن عند مدخل مستوطنة كفار أدوميم شرق مدينة القدس، ولكن شهدنا في الفترات السابقة حدث يعني منذ بداية عام 2015 عن العديد من عمليات إطلاق النار على فتيات فلسطينيات، حتى أن معظمهن كانوا قاصرات يتم إطلاق النار عليهم حتى لمجرد الاستباه بهم، ليس فقط يعني بروز أي أدوات حادة بأيديهن، يعني مجرد الاستباه بأي فتاة أو حتى شاب فلسطيني يتم إطلاق النار عليهم. وهذا اليوم ما حصل مع الفتاة، تم إطلاق النار عليها، لم يذكر عن أي إصابات من قبل جنود الاحتلال، ولكن قوات الاحتلال ادعت بأنها حاولت تنفيذ عملية طعن وأن كان بيدها أداة حادة، ولكن دائما الرواية الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال تأكيدها رغم يعني لا يعني رغم عدم قدرة والسماح للفلسطينيين بالوصول لمكان الحادث بسبب إغلاق الحدث عفوا بسبب إغلاق الطرق لحظة إطلاق النار على الفتاة، فإن لا يمكن التأكد من هذه المعلومة، ولكن المؤكد منها أن قوات الاحتلال تحاول تصفية دماء الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم. شهدنا مثل ما تحدث الفترات السابقة كيف تم تصفية دماء العديد من فلسطين كان في مدينة القدس أو حتى في أنحاء الأراضي الفلسطينية بشكل عام. يعني وكان أيضا قبل يعني يوم أمس كان هناك إطلاق نار على أحد الشبان في بالقرب من مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل، علما أن هذه المستوطنة أقيمت على الأراضي الفلسطينية في منطقة الخليل، ووجود هذه المستوطنة مخالف للقوانين الدولية في منطقة أو بالقرب من مدينة. نعم أستاذ رينات، يعني في سياق الانتهاكات الأنباء تتحدث عن سماح الشرطة الصهيونية لأعضاء الكنيسة بزيادة عدد مرات زيارتهم إلى المسجد الأقصى بعد أن كانت خلال 3 أشهر مرة واحدة، الآن أصبحت كل شهر. كيف من الممكن قراءة هذا القرار وتبعاته؟ نعم، يعني بداية عمليات الكنيسة حق المسجد الأقصى المبارك هي مستمرة بشكل يومي، إن كان باقتحام مستوطنين منذ فترات الصباح بشكل يومي أو إن كان باقتحام أعضاء الكنيسة، ولكن اقتحام أعضاء الكنيسة تحديدا للمسجد الأقصى المبارك يشكل توتر كبير في المسجد الأقصى المبارك، وهو يعني ما شهدناه في كل عملية اقتحام لأعضاء الكنيسة، كان يحدث بعمليات توتر ومناوشات مع قوات الاحتلال والفلسطينيين، حيث يمنع أيضا الفلسطينيين أو تجديد دخولهم للمسجد الأقصى المبارك. هناك توصية حتى لم يتم إقرار هذه الموافقة، ولكن هناك توصية من شرطة الاحتلال لرفع وتيرة اقتحام أعضاء الكنيسة للأقصى، ويعني القرار الآن هو في انتظار موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، علما أن يعني كان هناك منع لاقتحام أعضاء الكنيسة منذ عام 2015، وتم السماح لهم مرة كل 3 أشهر منذ تموز الشهر الماضي. وصلت الفكرة الصحفية الفلسطينية رينات شرباتي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.